وسير القمر فأضلع. يا إله معه صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. لا رد لما قضى وقدر ولا إله معه ولا مضل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه ولا إله معه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويتجاوز عن الباقي الندوم. اللهم صل على محمد طبيب القلوب ودوائها وطب الأبدان وأسقامها. صلى عليه الكريم سبع سماوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل جمعنا ذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما. ولا تجعل يا رب معنا ولا منا شقية ولا محروما. اللهم يا سامع الصوت ويا سابقا الفوت ويا كاسي العظام لحنا بعد الموت. اللهم بارك لاختنا زينب في مولود يا يوسف واجعله يا رب من خصال يونس. يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل الذي يتباهى به سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا عزيز يا غفار يا من يغفر الذنوب بالليل والنهار للمستغفرين بنا وهو العزيز الغفار. اللهم اصلح لها ابنها محمد واجعله من الصالحين القانتين العافين المحبين لحدود الله. اللهم بارك لأخواتي في أعمارهم وأبنائهم وبناتهم وذويهم. اللهم بارك لأختنا زينب يا ربي في أبنائها وفي بيتها وفي زوجها وكل عزيز قريب أو بعيد لها. اللهم أتمم عليها دوام العافية وتمام العافية والبعد عن كل بلية وارزقها رزقا طيبا إن كان في السماء ربي فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان قليلا فكتره وإن كان قليلا فبارك لها فيه. يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شاف الحاج فاطمة والحاج محمد طريحين الفراش. اللهم شاف كل مريض يتألم ولا يتكلم إن عجز الطب يا الله في مرضانا فأنت الطبيب. إن تجلدت الآلات وعجزت يا من زرع الروح في الخلق اللهم احي الآلات لمرضانا من جديد داخل المستشفيات والإنعاشات وفي البيوت. اللهم اجعل يدك على مرضانا بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم بارك لأخواتي الحاضرات بارك لهم في أعمارهم وصحتهم. اللهم بارك لابن حليمة يا الله في الجوازات وفي أوراق السفر. اللهم بارك لأيوب ابن حليمة إنها اشتاقت إليه وشغفا حبا في قلبها يا الله وكما تعلم كبد الأم عن ولدها يا الله. اللهم يسر لشباب المسلمين جميعهم صغيرا وكبيرا يا أرحم الراحمين. اللهم اخرج اللهم يا رحمن يا رحيم يا جواد ويا كريم. اللهم اطلق يا رب سرى عائشة والسيدة التي ابنها مسجون. اللهم فك أسره اللهم فك أسرع عبد الكريم تعلم قلب أمه يا الله هو مسجون في السجن وقلبها مقفول وحزينة يا الله. اللهم أبشرها بخروجه اللهم اهدي لها ووجهه واجعل الهداية بين يديه يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا من المخدرات والمسكرات إنها قد أذهبت عقولهم وجمالهم وعقولهم. اللهم استلا في الولادة يا أرحم الراحمين. عائشة يا الله ارزقها البطانة الصالحة النقية الصفية التي تعينها على حب الله وحب رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لأبناء زين وأبناء المسلمين في الامتحانات. اللهم لين الأقدام بين يديهم يا الله لين الأقدام بين يديهم. اللهم اجعل منهم المحامي المسلم والطبيب المسلم والجدي المسلم والمعلم المسلم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزق أيوب زوجة صالحة صفية نقية من بيت نقي صفي ذا عرق يا الله ذات عرق صافي يا الله. اللهم شافي تلك السيدة يا رب التي أجريت لها عملية جارة زين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما.
اللهم السيدة التي فتحت لنا بابا لصلاة العصر، اللهم كما فتحت بابا فافتح عليها أبواب الجنة الثمانية، كل باب فيه ما فيه، اللهم ارزقها كل ما في تلك البيوت الثمانية يا رحمن يا رحيم. اللهم أمين الأستاذة تدرس العلم، اللهم قوها واعطها ويا رب سبل الخير أينما حلت وارتحلت، اللهم ارفع لها الدرجات وامحو عنها السيئات ودني لها الحسنات وارفع لها الدرجات. اللهم بارك للحاضرات كل واحدة باسمها، أعطيهم ما نووا وفوق ما نووا، اصلح أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم وكل عزيز عليهم من قريب أو بعيد. اللهم شوقكم إلى حج بيت الله الحرام، اللهم لا تحرمكم من الطواف ومن المشي بين الهرولة بين الصفا والمروة وما بين شرب الزمزم والذهاب إلى عرفات، وينادي منادي من السماء ويقول أشهدكم يا ملائكة إني قد غفرت لهم، اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وتجاوز عن صغيرهم وكبيرهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زوج العازبات ارزقهن أزواجا صالحين لأمهاتهم طائعين، وارزق يا رب بنات حليمة أزواجا صالحين عفيفين متقين إلى الخيرات قريبين وعن الشر بعيدين يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، ربنا قد وجهنا الأمر إليك تعلم مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، رب الجسم نحيل والطريق طويل والزاد قليل، إلهنا يا من نقصد وأنت المقصود ويا من نتوكل عليه ربي وأنت صاحب الكرم والجود، عصيناك فغفرت لنا وأذنبنا فمن سامحتنا، وأتيناك بالمعاصي وأنزلت إلينا الخيرات، اللهم استرنا فإنك بنا ساترا، لا تعذبنا ربي فإنك علينا قادرا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارفع عن بلدنا الأوبئة والجراد والقنبلة يا الله والفريوسات، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم كن لهم معين ولهم المدد، لا نملك لهم إلا الدعاء، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ورحم الله.